بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اهلا وسهلا بيكم. النهارده في فيديو جديد من فيديوهات انجلش ويز احمد النجار. هناخد النهارده حاجه في كونكت بلس في سنه اولى ابتدائي. النهارده بنتكلم في الوحده اللي هي الوحده السادسه في الجزئيه بتاعه الخاصه بالريدنج. طبعا بيتكلم عن الانواع بتاعه الاماكن اللي احنا عايشين فيها. فبيتكلم بيقول Where do you live? Where do you live? يعني أين تسكن أو أين تعيش؟ طبعاً الأماكن اللي احنا بنعيش فيها، في حد هيكون عايش في مدينة كبيرة وفي حد هيعيش في مدينة صغيرة، وممكن هنلاقي حد عايش في الريف. فهنلاقي مثلاً واحد هيقول I live in Alexandria. I live in Alexandria. يعني أنا عايش في الأسكندرية. في حد تاني هيقول I live in Port Said. يعني أنا عايش في مدينة Port Said. وفي البنوتة الجميلة دي هتقول I live in Cairo، إن أنا أعيش في القاهرة. ما نقولش I live in، نقول I live in. I live in. I live in، والقاهرة اسمها Cairo، ما نقولش على كايرو، اسمها كا مش كا، والآر منطقها رر ساوند، نقول I live in Cairo. I live in Cairo. طيب عندنا في حاجة اسمها City. كلمة City يعني مدينة. City يعني مدينة. وعليكم السلام. في سيري مدينة كبيرة، وفي كلمة تانية اسمها تاون يعني مدينة صغيرة. مدينة ايه؟ مدينة صغيرة. طيب في فيليج، فيليج يعني قرية، فيليج يعني قرية. طيب انا عايز اشوف الخواص او الصفات بتاعت كل مكان. السيري از بيج يعني المدينة كبيرة. كلمة سيري دي طبعا بتكون بيج كبيرة. A village is small. A village is small. والقرية بتكون صغيرة. A city is bigger than a town. A city is bigger than a town. يعني المدينة أكبر من المدينة الصغيرة، اللي هي city المدينة الكبيرة دي أكبر من المدينة الصغيرة. طيب A village is smaller than a town. A village is smaller than a town. يعني القرية أصغر من المدينة الايه الصغيرة. أنا عندي أكبر حاجة في السايز، عندي city very big، عندي town تكون a small city، دي طبعا بتكون small، طبعا village طبعا بتكون very small أو بتكون smaller than a town. We a town is smaller than a city. يبقى احنا عندنا أكبر حاجة city اللي هي المدينة، زي طبعا كايرو ألكسندريا. عندي تاون طبعا بتكون مدينة صغيرة، زي مثلا المدن اللي هي اللي موجودة في باقي المحافظات بتاعة الجمهورية. عندنا فيليج زي القرى اللي احنا بنعيش فيها في الأرياف، اللي بتكون طبعا صغيرة في الحجم وما بيكونش فيها أشخاص كتير، عدد أشخاص كتير. طيب الجزئية اللي بعد كده هنروح لمدينة اسمها لوكسور. اسمها لوكسور. Let's go to Luxor. هنشوف مدينة الأقصر دي. بيقول لي Luxor is a big city. مدينة الأقصر دي مدينة كبيرة. There are people, hotels and markets. يعني يوجد بها أشخاص، ناس. Hotels. Hotels يعني فنادق. And markets. Markets يعني أسواق. بعد كده بيقول لي There are temples in Luxor. يوجد معابد في الأقصر. The temples are very old. كلمة old صفة مع الأشخاص بمعنى عجوز، ومع الأماكن بمعنى قديم، وقلنا دي عكس كلمة new أو modern، وبتستخدم هنا برضو معنى ancient. ancient بمعنى عتيق أو قديم. Luxor is hot. الجو حر جدا في الأقصر. There isn't a beach. ولا يوجد شاطئ. But there is the river Nile. ولكن يوجد هناك نهر النيل. The river is wide. النهر عريض. You can see boats. يمكنك أن ترى قوارب. ده كان الدرس بتاع النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا. ياريت تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. شكرا. كان معكم أحمد النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.